إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بموقع أو جريدة صوت العدالة. معي شباب متحمس متعطش للعطاء للفن، فرقة مسرحية تحت عنوان أو تحت اسم محترف صلاة أرش. محترف سلارت. سلارت، ما تديوش عليا، راني ما حافظش اسم الجمعية، ولكن ليس مهما، المهم هذه الوجوه الشابة التي أمامي، هؤلاء الممثلون المتعطشون للفن، للكلمة، للحرف، يعيشون لحظة بلحظة في وسط هذه التمارين. إنه المسرح أم الفنون. فأول ما نبتدئ به وخير ما نبتدئ به مخرج المسرحية، قدم لنا نفسك سيدي. سماكم معكم العربي الوزاني، خريج القسم النموذجي للمسرح ديال ديور الجامع. احنا انا ليس بمخرج المسرحية، وبإنما انا حامل مختبر ديال المسرح، وحنا كنا هذيك المسرحية عبارة عن كتابة جماعية للشباب، وانا ماشي درت الإخراج، وإنما دخلت معاهم في الادابتاسيون ديال الممثل والإعداد الممثل، خرجنا بهذاك العمل المسرحي. هو الا مجهودات الشباب، حيت الشباب بصراحه من نهار دخلنا معاهم فورماسيون وحنا كجمعيه سالا ارش، كانوا مواظبين على الورشات، كيجيو كيتقاتلوا باش يزيدوا ياخذوا معلومات على المسرح. والفرقه عجبني كيفاش لعبوا في المهرجان ديال الجم، ولو انهم لاول مره غيطلعوا فوق خشبه المسرح. جميل. الفرقه هي دائما انت كتسمى مشرف ديالها، ولا قلنا مشرف طبعا كنقولوا مخرج، ولا قلنا مخرج كنقولوا مراقب، ولا قلنا مراقب كنقولوا مربي. بغيناك تدوينا على النص المسرحي. النص المسرحي هو عبارة عن مجموعة من القصص اللي كانت قديمة ديال العهد القراصنة، هي لا دراماتوجيا ديال مجموعة من الشباب هنايا اللي مشاو بحثوا على قصة من القراصنة، وحاولوا يعطيوا لها طابع مغربي حديث يتحدث بلغة المرأة وبحقوق المرأة في المجال ديالنا ديال المسرح. عجبتني الطريقة كيفاش خدموا، بصراحة كانوا كيهضروا باسم المرأة، ووصلوا ميساج كبير على المرأة، والجمهور هو اللي حس بهذا الشيء أكثر. إذا نتكلموا على المرأة، وكما صح محمد الخامس طيب الله تراه قال: يا ابنة الجيل أفيقي كأخيك المصفيقي، ونالي قسطا من العلم لتحظي بحقوقي. فما رأي المرأة في هذا العرض المسرحي اللي دابا كنتكلموا عليه، أو اللي كنتي إحدى البطلات ديالو؟ قدمي لنا الاسم ديالك وتكلمي لنا. لا الاسم ديالي آية جورج، كنت في التشخيص ديال مسرحية قرصن الأكبر باسمي وباسم النساء ديال المغرب كاملين، واللي كانوا كيعانيوا من هذا داك المشكل اللي كنا طرقنا ليه في المسرحية. فرحانة بزاف حيت لعبت داك الدور، حيت لعبت وساهمت باش انني نوصل واحد الميساج اللي كنتمنى انه يتبدل، حيت واخا حنايا في هذا القرن، ولكن راه مازال بزاف ديال النساء كيعانيوا من داك المشكل اللي حتى واحد ما كيلتمس لهم العذر، وحتى شي واحد ما كيسلط عليهم الاضواء. وكنتمنى تكون الرساله وصلت. مدينة سلاكة منارة من سبع مدون ماتبور، ما قبلوا ناس هاد الزهرة، قبلوا شواد الصدور، بحال اللي كنعرفوا مدينة سلاكة كلها أبواب، وفي كل باب كيدار شاب. وأنا من الناس اللي ترني ممثل بيناتكم، عجبني كشخصية كإلقاء، بغيت نسمع صوته. السلام عليكم، مصطفى الجاي، 18 عام، مدينة سلا، مشخص لدور الأب في المسرحية ديال القرصان الأكبر. صراحة دور الأب كان زوين، وميم طون يعني شخصية مركبة، حتاش واحد الأب مستعصم يعني فارض على بنته تعيش بواحد الشخصية اللي ماشي ديالها. طبعا بحال اللي سمعنا المجموعة ديال الآراء، بغيت نشوف حماس الشباب، حماس الناس اللي كتحب المسرح. فين هما الممثلين؟ فين هي الحماس ديالهم؟ فين هو النشاط ديالهم؟ هل انتم ممثلون؟ نعم. هل انتم مستعدون؟ نعم. جميل هذا اللقاء مع هؤلاء الشباب الذين يعطون ولا زالوا سيعطون في حياتهم المستقبليه بمدينه سلا دائما وبمقر دار الشباب. معكم امام الميكروفون محمد زين، ووراء الكاميرا ياسين برحيل. تحيه لكم طيبه، ولنا عوده للموضوع. تحيه لكم.